بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستأنف رحلتنا مع رجل كل العصور وترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا فيما مضى عن نشأته وعن طفولته، ونزيد فيما يتعلق بطفولة شيخ الإسلام أنه كان من صغره حريصا على الطلب مجدا على التحصيل، ولا يؤمن على اشتغال بطلب العلم لذة، ولا يرى أن تضيع منه في البطالة لذة. يذهل عن نفسه ويغيب في له وأهله وآخرين ممن يلوذون بظله. سألوه أن يروح معهم يوم سبت ليتفرج، يعني يتنزه، فهرب منهم وما ألوى عليهم ولا عرج. فلما عادوا آخر النهار لاموه على تخلفه، يعني أنه لم يحظى بما حظوا به أثناء تلك الرحلة أو النزهة. فلما عادوا آخر النهار لاموه على تخلفه وتركه لاتباعهم وما في انفراده من تكلفه، فقال: أنتم ما تزيد لكم شيء وما تجدد، وأنا حفظت في غيبتكم هذا المجلد. أنتم ما تزيد لكم شيء ولا تجدد، وأنا، وهذا كان طفلا صغيرا، وأنا حفظت في غيبتكم هذا المجلد. وكان ذلك الكتاب جنة الناظر وجنة المناظر، أحيانا يسمى روضة الناظر وجنة المناظر، وهو مجلد صغير وأمره شهير في أصول الفقه الحنبلي. لا جرم أنه كان في أرض العلوم حارثا، وهو همام، وعلومه كما يقول الناس تدخل معه الحمام. هذا تعبير يشيع حينما يوصف إنسان بشدة الحفظ بعظمة حفظه، أن كل العلة عنده تدخل معه الخلاء. ومعلوم أن الإنسان في الخلاء لا يصطحب معه لا مصحفا ولا كتب حديث ولا شيء فيه ذكر الله عز وجل أو شيء من العلوم الشريفة. فما معنى أن علومه تدخل معه الحمام؟ معنى أنه يستوزعها قلبه فتدخل معه في أي مكان، لأنه يحفظها عن ظهر قلب. فلا جرم أنه كان في أرض العلوم حارثا وهو همام. وهذا طبعا المعنى مقتبس من الحديث الشريف: أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني أصدق الأسماء انطباقا على صفات البشر اسم حارث واسم همام، لأن حارثا يدل على القوة العملية، وهمام يدل على القوة العلمية، قوة الإرادة، الهمة، قوة الإرادة. في هناك إنسان لابد له لكي ينجز أن يكون له هاتان القوتان: القوة العلمية والقوة الإرادية، قوة عملية وقوة إرادية. فحارث يدل على الحرب، هذه القوة العملية، وهمام يدل على الإرادة، هذه قوة علمية. فلا جرم أنه كان في أرض العلوم حارثا وهو همام، وعلومه كما يقول الناس تدخل معه الحمام. وحكى عنه تلميذ الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال: كان صغيرا عند بني المنجى، كان طفلا صغيرا عند بني المنجى، فبحث معه، فنظر معه في نقل معين أو في شيء معين هو ذكر أنه موجود، أو فلان قال كذا وكذا، فبحث معه فادعوا شيئا أنكره، قالوا موجود مثلا في الحديث لفظ كذا أو في الكتاب الفلاني بعبارة كذا، فهو أنكر، قال: ما هذا موجود؟ فأحضروا النقل، فلما وقف عليه ألقى المجلد من يده غيظا، فقالوا له: ما أنت إلا جريء ترمي المجلد من يدك وهو كتاب علم. فقال سريعا، وتأملوا هذا وهو صغير جدا، صبي، فقال سريعا: أيما خير، أنا أو موسى؟ فقالوا: موسى.
فقال أيما خير هذا الكتاب أو ألواح الجوهر التي كان فيها العشر الكلمات؟ قالوا الألواح. فقال إن موسى لما غضب ألقى الألواح من يده أو كما قال في وافي الوفيات. وكان شيخ الإسلام يحضر المدارس المحافل في شغله فيتكلم ويناظر ويفهم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، وأفتى وله نحو 17 سنة. يعني تأهل الإفتاء في مثل هذا الجو العلمي الراقي جدا كما بينا، وكان له من العمر 17 سنة، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. أيضا كما قلنا تفاصيل كيف حصل شيخ الإسلام هذا الكم الهائل من العلم منذ الصغر لا نكاد نظر بها في تراجمه، لأن طبعا هو كان صغيرا ومثل هذا العبقري في صغره لا يلفت النظر لأنه بعد في مرحلة التفسير لا يلفت النظر بشدة، يعني بحيث أن يحرص الناس على الكلام عنه أنه ما بزغ نجمه بعد. فبالتالي نستطيع أن نستدل على قوة التحصيل في فترة الطلب من الحصاص الذي نتج عن هذا الطلب، وهو هذه العقلية الموسوعية الفذة. ربما بعض الناس الذين لا يعرفون قدر الشيخ الإسلام تامية بالصورة الوافية يقولون أنتم تبالغون يعني في ذكر محاسن الشيخ الإسلام وتمحوا حول بيان مواهبه وإنجازاته ورحمه ذلك. ونفس المعنى قيل عالم جليل وإمام فذ هو الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فقال من قال من قرأ كلامي هذا عن شيخ الإسلام يظن أنني أبالغ في وصفه، لكن من عرف شيخ الإسلام يتهموني في التقصير في حقه، أنني قصرت عما يستحق من ذكر محاسنه رحمه الله تعالى. فيما يأتي من الكلام ربما تتداخل بعض البحوث أحيانا ويحصل تكرار في بعض الكلمات، فنعتذر عن هذا التكرار بالذات في المرحلة الحالية لأن المراجع التي أرجع لها كثيرة جدا فيحصل تكرار أحيانا رغما عني. وفي نفس الوقت يعني نتسلى بما قاله العلماء لما عقدوا مقارنة بين البخاري ومسلم، فكان مما قال بعضهم أخذوا على البخاري قالوا إيه؟ قالوا البخاري فيه المكرر قلت المكرر أحلى، يعني كالسكر كلما يحصل تكرير السكر يزداد حلاوة. مثل ذكر هؤلاء الصالحين والربانيين لا شك أن الإنسان يتمتع بسماع سيرتهم العطرة حتى لو تكرر منها شيء. حرص شيخ الإسلام كما ذكرنا على تحصيل العلوم المبكرة، فجمع وعقل وفهم وبرز وفاق أهل زمانه، ولكونه حصل العلم وجالس أهله وهو في سن المبكرة كثر عدد شيوخه الذين أخذ عنه، حتى قيل إن شيوخه الذين سمع منهم أزيد من 200 شيخ، أكثر من 100 شيخ تعلم عنه، وهذا يدل أيضا على اجتهاده في التحصيل منذ وقت مبكر حتى استطيع أن يطلب العلم على هذا العدد الكبير من الشيوخ. خرج لنفسه مشيخة رواه عنه الشيوخ الوردين في المشيخة 41 شيخا و40 شيخا. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ وقدم مع أهله سنة 7 فسمع من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر والكمال ابن عبد وابن الصيرفي وابن أبي الخير وخلق كثير. وزاد الصفدي والشيخ شمس الدين والقاسم الإربلي وابن علام. وقال ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات وسمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر والكمال بن عبد والشيخ شمس الدين الحنبلي والقاضي شمس الدين ابن عطاء الحلفي والشيخ جمال الدين ابن الصيرفي ومجد الدين ابن عساكر والنجيب ابن المقداد وابن أبي الخير وابن علان وأبي بكر الهروي والكمال عبد الرحيم وفخر الدين ابن البخاري وابن شيبان والشرف بن القواس وزينب بنت متكي وخلق كثير. وشيوخه الذين سمع منهم أزيد من 200 شيخ. ومن شيوخه كما ذكرنا من قبل والده الشيخ عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية خطيب حران وإمامها، والإمام المقرئ كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن فارس الأسلميني، ومنهم أيضا الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد القوي ابن بدران المردوي المقدسي الصالحي. من شيوخ أيضا ست الدار بنت عبد السلام ابن تيمية عمت شيخ الإسلام روى شيخ الإسلام عنها. طيب بالنسبة لشيخ الإسلام هل كان شيخ الإسلام مع هذا العدد الهائل من الشيوخ الذين تلقى عنهم هل كان مقلدا لشيوخه؟ يذكر الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود في كتابه الرائع موقف ابن تيمية
من الإشعار. يقول كل عالم يبدأ حياته العلمية غالبا ما يبدأها بتقليد شيوخه الذين أقل عنهم ووثق في علومهم. والمتتبع لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يلمس منها أن ما أعطاه الله من ذكاء وقوة حافظة وسرعة إدراك وجو علمي مليء بالعلماء وبالكتب التي ألفها من كان قبلهم ساعده على أن يكون ذا قدرة علمية مستقلة بعيدة عن التقليد الأعمى. ولذلك استمر طوال حياته على منهج واحد لم يتغير أبدا عن خطه بخلاف بعض العلماء خاصة من غاصوا في علم الكلام والفلسفة. تجد الواحد منهم يمر في حياته بأكثر من مرحلة كل مرحلة لها منهج وطريقة تخالف المرحلة الأخرى. من أشهر من وقع منه ذلك؟ في الأشعري في أشهر وأعمق أثر أبو حامد الغزالي في محاضرات قديمة في بيت الأهمية اسمها رحلة الإمام العالي أبي حامد الغزالي. كلامنا فيها بالتفصيل على كل المراحل التي مر بها الإمام حامد الغزالي وهناك دراسة نتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل في غاية الأهمية وهي دراسة للدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى بعنوان مقارنة بين الغزالي وابن تيمية وهي محكمة محكمة تقليدية لأن لكل من الرجلين يمثل المدرستين المتصارعتين من أهل السنة والأشاعرة أو أهل الحديث والصوفية ونحو ذلك. كل رجل له رمز المدرسة التي ينتمي إليه. فالدكتور رشاد سالم له رسالة قيمة جدا في هذا الأمر مقارنة بين الغزالي وابن تيمية حتى يكون إنسان على بصيرة مش مجرد بيقلد من يتلقى عنه العلم ويمدحون ابن تيمية ويمشي وراء من يتكلم بتقليد أعمى دون بصيرة. لكن لابد أن نعرف لماذا لا نأخذ منهج الغزالي؟ لماذا لا نعد الغزالي ممثلا لأهل السنة والجماعة؟ لماذا نوافق كلام شيخ الإسلام؟ لابد أن يكون إنسان على بصيرة من أمريكا كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واضح واضح. فنجد علماء كثيرين مروا هذه المراحل. شيخ الإسلام لم يتلون أبدا. المنهج منذ البداية كان واضحا جدا وهذه من نعم الله على العقل. وهذه الصحوة الآن مثلا نرى الشباب في عامة بلاد العالم الإسلامي وبالذات في مصر نلاحظ الانجذاب الشديد للمنهج السلف. طبعا هذه من نعم الله سبحانه وتعالى لأن في وقت من الأوقات كان يصعب الوصول إلى هذا المنهج ما كان مختفي لكن طغت مناهج أخرى منحرفة على منهج أهل السنة والجماعة طغت. فبالتالي الناس يتأثرون بها واضح وقليل من يلتفت إلى الوصول للحق في هذه المناهج والطرائق. فمن نعمة الله أن الآن الأمر بالنسبة للإخوة جاهز ومخدوم والعلماء متوفرون وقريبون جدا منهم كتب موجودة الشرائط موجودة كل شيء أصبح موجودا فأسباب الانتفاع بهذا المنهج موجودة لكن لا يستلزم ذلك حصول الانتفاع أسباب موجودة فمن اجتهد يصل بسرعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج. فمن خصائص الذي يريد الله به خيرا كما قال بعض السلف أعتقد عبد الرحمن بن شوذب قال إذا أراد الله بالحدث خيرا وفقه لرجل من أهل السنة يأخذ العلم على يديه أو كما قال رحمه الله من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليه ويعينه على الاهتداء لمنهج أهل السنة حيوفر كثيرا جدا من عمره. أما من سبقنا فمن هذا الجيل كان الأمر يتناوش سرعات شديدة جدا بين التكفير والهجرة وبين كذا وكذا من اتجاهات المنحرفة وحصل منها بلايا نرد يأتي وقت نتكلم عنها بالتفصيل حتى ندرك نعمة الله علينا في ما وصلنا إليه الآن من سهولة الوصول للمنهج السلفي. ولا أقول من الوصول لأن كثير من الناس يكتفون بالانتماء السطحي دون بصيرة كعاطفة فقط ويمشي مع الموج. فالمطلوب ليس الاتباع على الأعمى لكن المقصود الاتباع على بصيرة وإلا ما يصح الاتباع إلى السلفية. فهذه من خصائص شيخ الإسلام أنه رحمه الله تعالى ما تلون ما تجول بين الاتجاهات لوضوح المنهج من قدم أو من البداية معه. ومع ذلك مع أن الخط عن لم يتغير لكن شيخ الإسلام كبشر وكطالب علم ومر مراحل النمو في تكوينه العلمي نلاحظ أنه رجع عن بعض المسائل التي كان ربما أخذها بعض المسائل لكن مش منهج عام بعض المسائل أخذها في المراحل الأولى إما تقليدا لم يكن قد أشبعها بحثا فتراجع عنها فيما بعد. فإما أنه أخذ أحيانا تقليدا
أو لم تكامل معرفته بالشخص أو المسألة المعينة. فممكن الإنسان يتغير رأيه في شخص من وقت لآخر، أنه أحسن ظن به أولا، ثم بعد ذلك لما تطلع العلم ودرس أكثر استطاع أن يتكلم بإنصاف في حقه. كثير من الإخوة ينزعجون جدا وبتأتي أسئلة لما بيذكر مثلا كمثال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى باعتباره عالما من أعلام السلفية في مصر بالذات، فيستصعبون ذلك لأنهم يقفون عند مرحلة معينة وهي مرحلة انتمائه إلى مدرسة الشيخ محمد عبده. وطبعا هذه عليها ملاحظات شديدة. هي الأفئة عند هؤلاء الإخوة هي أنه قاصر في العلم، قاصر في العلم بالشخص الذي يتكلم عنه. إذا أردت أن تحكم على شخص أدرس حياته وإنجازاته بصورة مفصلة قبل أن تصدر حكما عليه حتى لا تظلمه. بعض الإخوة من مدة نفس الشيء حصل منه فأخذت وأريته فقط شيء واحد من مجلدات رشيد رضا وهو مجلة المنار. المجلة في عدد ضخم من المجلدات حوالي مترين، طول المجلدات مترين فقط في مجلة المنار. في نفس الوقت لا تفصل الشخص عن البيئة العلمية. أنت الآن لأن كل شيء سهل الآن، العلماء جاهدوا وبذلوا واتضح المنهج بغاية الوضوح. فيعذر العالم أحيانا إذا تأثر بالبيئة العلمية التي نشأ فيها والتي تنفس هواءها وأخذ عن شيوخه، لكن كلما نضج واقترب من المنهج السلفي يتراجع عن هذه الأخطاء. فلا يصح أن يقال أن رشيد رضا رحمه الله تعالى هو ظل فقط لمحمد عبده على الإطلاق. صحيح هذه مرحلة من المراحل، لكن المعروف عن رشيد رضا أنه كان كلما اقترب أكثر المنهج السلفي، كلما تقدم في العمر وتابع وتطلع أكثر، كلما كان يتقدم بقوة. بجانب أنه أحيا كثيرا جدا من التراث السلفي ونشره هنا في مصر. يعني هو في وقت من الأوقات كان يتابع الدولة العثمانية في هجماتها على الدعوة الوهابية في الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك لما حصل اتصال مباشر وطال حقيقة هذه الدعوة، لأن التواصل والاتصالات أيامها كانت بطيئة جدا، فلما فتح الله عليه واطلع على ذلك كان الوحيد في مصر الشخص الوحيد الذي ينافح عن الدعوة الوهابية في ظل جو عدائي مفعم بالروح الأعداء والتشويه لحقيقة هذه الدعوة. فكان هو الصوت الوحيد من خلال مجلة النار، تراجع ما كان يكتبه من قبل متابعا فيه في الدولة العثمانية، واستقل بمدح الدعوة الوهابية وتوضيح حقائقها والدفاع عنها، فكان في وقت أخذ له الريادة في هذا المجال. أما تعد هذه حسنة له عند إخواننا علماء الجرح والتجريح، أما تعد حسنة له وحسن لها قيمة ولها شأن. فأدرس الشخص أولا، أدرس المراحل التي مر بها قبل أن تتجرأ الحكم عليه ثم تقع في الظلم. فلا بد أن يكون الإنسان الذي يتكلم في أي إنسان في أي رجل أن ينتقد كتابا معين، يدرس كل الكتاب له مؤلفات كل مؤلفات أولا، ثم يتكلم عنه عن بينة وعن بصيرة. مثال هنا أن شيخ الإسلام مثلا ذكر أنه كان يحسن الظن بابن عربي الصوفي صاحب الفتوحات، ثم بعد ذلك عرف حقيقة حاله، لأن شيخ الإسلام كان صغيرا كان ينمو في العلم. في الأول أحسن الظن بابن عربي، ثم ذلك لما زاد علمه انكشفت حقيقة حاله. يقول شيخ الإسلام في رسالته إلى نصر المنبجي، يقول: وأنا كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه، لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في كثير من الفتوحات والكنه والمحكم المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك، ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع الفصوص ونحوها، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا. فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامي وحقيقة هؤلاء، وجب البيان، وجب بيان حقيقة ابن عربي وتحذير الناس من ضلالاته. كان ابن تيمية فيما يبدو أنه حينما كان يافعا كان يتوقف الذكاء ويظهر عليه أمارات الذكاء والعبقرية والمخايل النجابة، وأنه وراء مستقبل عظيم جدا كما حكم ذلك كثير من رأوه في صغره، فكان محل طمع من الاتجاهات المنحرفة عن أهل السنة والجماعة، كان محل طمع، كانوا يرجون أن ينتمي إليهم شيخ الإسلام بقدرته ومؤهلاته العظيمة. فحضر مرة مع الصوفية وأقاموا سماعا، سماعا ما يسمى حفل الذكر، يقولوا بقى الأنشيد بتاعتهم ويتواجدون ويرقصون نحو ذلك. فحضر مرة مع الصوفية وأقاموا سماعا، لكنه لم يشارك، نفر من هذا الطريق ولم يشاركهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكنت في أوائل عمري
حضرت مع جماعات من أهل الزهد والعبادة والإرادة، فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة، فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعا وأن أحضر معهم، فامتنعت من ذلك، فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه، انعزل عنهم ولم يحضر معهم ناس لأن كانوا في سفر. فلما سمعوا بقى الأناشيد يحصل لهم الوقت والحال، صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال مجده ويقول: يا فلان قد جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك، تعال ارقص معنا واسمع هذه الاشياء معنا، خذ نصيبك من هذه المتعه الروحيه العظيمه. فصار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول: يا فلان قد جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك. فقلت في نفسي ثم امهرته لهم لما اجتمعنا: أنتم في حل من هذا النصيب، يعني خلي لكم النصيب، أنا مستغني عنه، أنتم في حل من هذا النصيب، فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيئا. وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين، وكان فيهم من هو سكران بالخمر. هذه القصة كانت في أوائل عمره، وهنا يلحظ حرص هؤلاء الصوفية عليه لإدخاله في زمرتهم، لكن موقفه القوي ووضوح العقيدة عنده ومعرفته بأحوالهم يدل على وعي مبكر بحال هذه الطائفة المنحرفة، ولذلك استمر في موقفه منها ورد عليها وفضح دعاتها، كما حدث له في مسألة حلول الحوادث والصفات الاختيارية لله تعالى، ومسألة الزيارة البدعية والشرعية ما يذكر، يقول: ولكن هذه المسألة حلول الحوادث ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين بقول أهل البدع. فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه أباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا نكون ممن قيل فيه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا. وقال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم بل يذكر أنه صرف من سكن، ذكر فيه استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، ثم تبين له أن ذلك بدعة، وهذا المنسك معروف قديم، ذكر المنسك الحج، ذكر في أثناء هذا المنسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، انظر إلى الرجوع إلى الحق، ثم تبين له أن ذلك بدعة، يقول شيخ الإسلام: وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري، وهو شاب صغير كان تأثر بهذا الكلام، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادة. إذن هذه المواقف تدل على المنهج الأصيل الذي انطلق منه شيخ الإسلام متبعا الكتاب والسنة، ولو كان في ذلك مخالفة لما كان عليه الآباء والأجداد أو ما ترسمه الشيوخ والعلماء والقضاء، فالحق أحق أن يتبع، والأمور لا توزن بكلام الناس وما اعتادوا عليه حتى لو كانوا علماء فضلاء، وإنما توزن بميزان الحق والعدل المبني على الشرع المنزل. من خصائص شيخ الإسلام كما ذكرنا أنه كان الرجل الموسوعة، كان موسوعة ناحية العلم الشريف، يقول العلامة كمال الدين ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من الفنون ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. كان شيخ الإسلام إذا درس علم العلوم فكأنه أعطاه كله، كل كيانه يبذل في هذا الفن حتى يتقنه إتقانا لا نظير له، يفوق فيه أهل هذه المسألة التي يدرس سواء فرقة معينة ما هي مفاهيمها ومبادئها ومواقفها وتاريخها وآراؤها ونحو ذلك. ودي نصيحة طبعا يستفيد منها طالب العلم، أنه إذا أقبل على علم يتقنه حتى كأنه يتخصص فيه، كأنه يجري في رسالة دكتوراه مثلا.
يبذل أقصى جهد وأسفل الليالي ويبذل كل الجهد بحيث أن دي هي التي سيعرف بها وتعرف بها فيخرج كل طاقته في التحصيل. فذا سبب يعني الإتقان. وابن الزملكاني كما ذكرنا كان أحيانا يتناظر مع شيخ الإسلام ويختلف معه لكنه كان إماما صفا عادلا. يقول كان إذا سئل عن فن من الفنون ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن يعني من شدة تضلعه منه وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في سائر مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. ويقول الشيخ عالم الدين في معظم شيوخه أن من شيوخه يعني الشيخ تقي الدين أبو العباس الإمام المجمع على فضيلته ونبله ودينه قرأ الفقه وبرع في العربية والأصول ومهر في علم التفسير والحديث وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل فن وكان الحاضرون يقضون منه العجب. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى كان آية في الذكاء وفي سرعة الإدراك رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف بحرا في النقليات إلى أن قال فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى فأفلسوا وإن سمي المتكلمون فهو فرضهم وإليه أرجعهم وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم ونجسهم وهتك أستارهم وكشف عوارهم وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة وهو أعظم من أن تصفه كلمي يعني كلامي يقصر عن وصف شيخ الإسلام وهو أعظم من أن تصفه كلمي أو ينبه على شأنه قلمي فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته يحتمل أن توضع في مجلدتين وقال أيضا الذهبي رحمه الله وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل وبالصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث قل من العلماء الذين قيل في شأنهم هذه الكلمة قل قليلة جدا ربما يعدون على أصابع اليد الواحدة كل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث فممن قيل فيه هذا الوسام العالي الشريف شيخ الإسلام ابن تيمية كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث عشان كذا أجل ذلك هؤلاء الفطاح كلمة لا أعرفه كلمة لها وزن لما يجي الحافظ العراقي في تحقيق حديث ويقول لا أعرفه فدي يعني كلمة لها وزن ثقيل جدا هذا من تورعه واضح فهي منه إذا صدرت منه دي حاجة طبعا لها ثقل علم كبير لكن الآن في مصنفي آخر الزمان من الذين يتذببوا ولما يتحصرموا يقفزون إلى العنب إلى الزبيب مباشرة يعني يقفز السلم فجأة ويألف الكتب ويقول لك الحديث لا أعرفه طب ما شيء طبيعي أن مثلك لا أعرفه لكن لما العراقي يقول لا أعرفه أو ابن تيمية يقول لا أعرفه دي لها وزن حتى عدم المعرفة دي لها دلالات إذا كان ابن تيمية مش عارف فمعناها إيه لكن الإحاطة لله عز وجل غير أنه يغترف فيه في الحديث من بحث وغيره يغترف من السواق وأما التفسير فمسلم إليه وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة
وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرق إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه بين خطأ كثير من أقوال المفسرين، ويوهي أقوالا عديدة وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث، ويكتب في اليوم والليل من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة الأوائل نحو من أربعة قراريس أو أزيد، وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلد، وله في غير مسألة مصنف المفرد في مجلد. وقال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذكر بحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل فلم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. يقول صاحب الوافي بالوفيات: وكان إذا تكلم أغمض عينيه، كان الشيخ الإسلامي إذا تكلم أغمض عينيه وازدحمت العبارة على لسانه، فرأيت العجب العجيب والخبر الذي ما له مشاكل في فنونه ولا ضريب، والعالم الذي أخذ من كل شيء بنصيب، سهمه للأغراض الأهداف، سهمه للأغراض المصيب، والمناظر الذي إذا جال في حومة الجدال رمي الخصوم من مباحثه باليوم العصيب، وعينت بدرا لا يرى البدر مثله، وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه. يقول ابن الحديث العيد لما سئل عن شيخ الإسلام، ده عيد إمام جليل جدا يعني إما الكبار، سئل عن شيخ الإسلام بعدما اجتمع به فقال: رأيت رجلا سائر العيون بين عينيه يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: حضر عند شيخنا أبو حيان المفسر فقال لما رأى شيخ الإسلام وسمع كلامه: ما رأت عيني مثل هذا الرجل، ثم مدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة في البداية، يمدح شيخ الإسلام بأبيات جميلة. ثم يقول الذهبي رحمه الله تعالى: ثم دار بينهما كلام فجرى ذكر سيبويه، فأغلظ الشيخ ابن تيمية القول في سيبويه، فنظره أبو حيان بسببه، ثم عاد ذنبا له وصير ذلك ذنبا لا يغفر. يقال ابن تيمية قال له: ما كان سيبوي، يعني هو طبعا أبو حيان قال: إزاي يعني أنت تتجرأ وتنتخب سيبوي، كيف تخطئ سيبوي؟ فقال شيخ الإسلام له: ما كان سيبويه نبيا نحن ولا معصوما، بل أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت، فكان ذلك سبب قطعته إياه، وعاد بعد ذلك ذنبا له، واعتبر هذا من شيخ الإسلام ذنبا لا يغفر. شيخ الإسلام كما ذكرنا كان بارعا تقريبا في كل العلوم التي يمكن أن تصل إليها يده، وليس فقط العلوم الشرعية أو علوم الآلات، حتى لما قرأ له الرسالة العرشية يتكلم على أن الأفلاك السماوية كلها دائرية، وبيثبت أن الجنة دائرية أن هي كروية، ويتكلم على كروية الأرض من شيء بديهي جدا، واضح من القيم الأدلة على ذلك. ده في الرسالة العرشية في القرن السابع لما ما كان يعني يتكلم أحد مثل هذه المعاني، من ذلك أنه كان بارعا في علوم المحاسبة، في الرسول الأنف كلية التجارة، كان الشيخ الإسلام في غاية البراعة في هذا العلم. روى المولى علاء الدين علي بن الأمدي وهو من كبار كتاب الحساب قال: دخلت يوما إليه أنا والشمس النفيس عامل بيت المال، ولم يكن في وقته أكتب منه، يعني أبرع منه في علم الحساب المحاسبة، علم المحاسبة. فأخذ الشيخ تقي الدين يسأله عن الارتفاع وعما بين الفذلكة واستقرار الجملة من الأبواب، وعن الفذلكة الثانية وخصمها، وعن أعمال الاستحقاق، وعن الختم والتوالي، وما يطلب من العامل، وهو يجيبه عن البعض ويسقط عن البعض. ده أبرع شخص في المحاسبة، كان يجيب عن بعض الأسئلة ويسقط عن بعضها ويسأله عن تعليل ذلك إلى أن أوضح له ذلك وعلله. قال: فلما خرجنا من عنده قال لي ابن النفيس:
والله تعلمت اليوم منه ما لا كنت أعلمه. هذا في علم المحاسبة فقط كما جلسنا. أيضا روى الصحفي في الوفي بالوفيات قال وحكي لنا أنه قال يوما للشيخ صدر الدين ابن الوكيل، طبعا ده إمام أئمة الشافعية أكبر علماء الشافعية، فاضطر أن يقول له أحيانا في المناظرة يا صدر الدين أنا أنقل في مذهب الشافعي أكثر منك، أنت تعرف أني متمكن في مذهب الشافعي أكثر منك وأنا أنقل في مذهب الشافعي أكثر ما تنقله أنت. وقال الشيخ شمس الدين وأما أصول الدين ومعرفة أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمبتدعة فكان لا يشك فيها غبره رحمه الله تعالى. لم يطرق شيخ الإسلام بابا من أبواب العلم إلا وقد فتحه الله له على مصراعيه، حتى قال فيه أحد المعاصرين العبارة التي قيلت في جده قد ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد، كان إذا سئل عن فن العلم ظن الرأي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. وذكر الحافظ ابن رجب في ذيل الطبقات قول ابن الزملكاني وهو من هو في العلم والفضل والإمامة والرياسة، ابن الزملكاني يقول عن شيخ الإسلام إنه لم يرى من 500 سنة أو قال من 400 سنة أحفظ منه، منذ 500 سنة أو 400 سنة ما روي أحفظ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا كان جميع الفقهاء من جميع الطوائف والفرق إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. بقي الكلام فيما يتعلق بنشأة شيخ الإسلام وعوامل تكوين شخصيته رحمه الله تعالى احتاني لاثنين من العلماء. الأول الشيخ عبد المبين منظر رحمه الله تعالى، دي عبارة عن ندوة كبيرة جدا كانت عقدت في الجامعة السلفية في الهند، لأن شيخ الإسلام له تأثير رائع جدا على الهند. الهند طبعا كما تعرفون زمان كانت تشمل الهند وباكستان وبنغلاديش، طبعا كشمير وباكستان، فعقدت هذه الندوة فيها بحث رائع جدا عن شيخ الإسلام تيمية. فنجتزئ هذه الليلة بإنهاء هذه المقدمات كلها للدخول في خصائص أكثر نوعية من خصائص شيخ الإسلام. فنختم الكلام بكلام على العوامل التي كونت شخصية شيخ الإسلام، وهذا على سبيل التجميع يعني لما ذكرناه من قبل متناثرا. الشيخ عبد المبين المنظر الهندي هذا اعتبر هذه العوامل 7 عوامل ساعدت على تكوين شخصية شيخ الإسلام التامية. الأولى البيئة العلمية، بيئته هو العلمية داخل الأسرة بيئته العلمية. الثاني قوة الحفظ وحدة الذاكرة. الثالث الأحوال الاجتماعية العلمية في عصره، هي البيئة العلمية الأوسع في عصره. الرابع انكبابه على تحصيل العلم بكل همته مما أدى إلى إحاطته بالعلوم والفنون. الخامس التدريس والتأليف والبحث والنقد. السادس زهده وورعه وإخلاصه وربانيته. السابع الشجاعة والبسالة والجرأة. يقول رحمه الله تعالى شخصية شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي العلمية العظيمة منقطعة النظير يستحق عقد عشرات الندوات حول حياته العلمية. ثم يقول كانت شخصيته الكريمة موضع إعجاب وتقدير لدى العلماء والمثقفين قديما وحديثا، فإنه كان جبلا في الحفظ والإتقان، بحرا لجيا في العلم والمعرفة، فارسا مغوارا في الشجاعة والبسالة، منقطع النظير في التأليف، درا مكنونا في الأخلاق الكريمة والشيم الحميدة، زاهدا ورعا تقيا، حاذقا في الطب والجغرافيا والفلكيات والرياضيات، مخزن علوم الكتاب والسنة، إماما في الفهم السريع والذكاء الحاد، عالما محريرا في المنطق والفلسفة، خطأ الغزالي والرازية وابن عربي وأرسطو وابن سينا وسيبوي الأئمة الفذاق وأصحاب الفن. ثم يبقى العناصر التي كونت هذه الشخصية الفذة. فأولا يقول بيئته العلمية، إن أول عنصر في تكوين شخصية شيخ الإسلام العلمية هو بيئته وأسرته العامرة بالعلوم والفنون، فكان كل فرد من أسرته مركزا من مراكز العلم، وكان والده وجده وجميع أهل بيته متضلعين بالعلوم الشرعية، وكان والده أحد أركان العلم والبارع في الحفظ والإتقان في العلوم. ولد شيخ الإسلام في هذه الأسرة العلمية الشهيرة، وكان عصر ابن تيمية مليئا بالقلاقل والحوادث، وما كاد ابن تيمية يبلغ 7 سنين من عمره حتى أغار في التتار على حران،
فالتجأ أسرته إلى الفرار منها إلى دمشق بجميع ما كان لديها من تراث العلم والفضيلة، تاركة جميع الأثاث المنقول وغير المنقول، وما كانت إلا طبعا الكتب كما ذكرنا من قبل، وما كانت كانت هذه الأسرة العلمية تصل إلى دمشق حتى شاع خبرها في أوساط الناس، وما مضى إلا بضعة أيام في دمشق حتى بدأ ابن تيمية يدرس في الجامع الأموي وصطع نجم العلم الغزير. وبالجملة فإن والده وجده وجميع أهل بيته منذ قرون كانوا معروفين بالعلم والحفظ والإتقان تريدين بين الأقران، وقد حفظ القرآن الكريم في صغره وتلقى العلوم والفنون من والده ثم من جميع علماء البارزين في هذا العصر، واستفاد من البيئة العلمية وبرع في جميع العلوم والفنون، وقد زاده علما ومعرفة الذاكرة القوية. العنصر الأول. العنصر الثاني أو العامل الثاني لتكوين شخصية الإمام الهمام هو قوة الحفظ والذاكرة الحادة التي ورثها من أبيه وجده، فأحفظ العلوم والفنون الكثيرة فاشتهر صيته في صغره فكانت ذاكرته حديث زملائه، بل تجاوز صيته دائرة الصبيان إلى حلقات الرجال، وتحجر العلماء الكبار والحفاظ المعروفون بقوة حفظه وإتقانه وذاكرته. يقول تلميذه أبو حفصٍ البزار: ومن أعجب الأشياء أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائه، وذكر أسماء الكتب التي ذلك فيها وفي أي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطلع، يعني لما سحبت منه الأوراق والكتب ألف بعض الرسائل وعزى فيها الأحاديث تخريجا وينقل عن بعض الكتب ويذكر من المؤلف وفي أي كتاب وفي أي موضع إلى آخره، وليس لديه أي مرجع يرجع إليه، إنما من حفظه بديهة. للأسف الشيخ أبو زهرة لما تجي بعض الحاجات حاجة كده للأسف يعني برضو انتمائه للمذهب الأشعري مأثر عليه شوية في الحكم على ابن تيمية، هو لما بيمدح شيخ الإسلام هو لأنه غضب عنه لازم يمدح، يعني لأن نور الشمس ما يقدرش حد يقول لا ده في سحاب، قال هذه قصة فيها غلو، قصة التي ذكرناها أنفا لما حبس ألف بعض سائل وعزى الكلام والحديث إلى آخره بدون ما يرجع لأي مرجع لأن سحبت منه جميع المراجع، فقال إن في هذا غلو. فالجواب طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهل نستكثر على الله سبحانه وتعالى أن كما يقول الشاعر وليس على الله بمستبعدي أن يجمع العالم في واحد؟ يقول الشيخ هنا: وقد اعترض الشيخ أبو زهرة على هذا ونقده وقال إن فيه غلوة، ولكن عندي في نقده هذا نظر، لأن عدم المنع من الكتابة في حفظه بمصر لا يلزم أن يكون عند الشيخ كتب يطالعها ويرجع إليها ويحيل إليها، وقول الحافظ أبي حفص ليس فيه المنع من الكتابة، بل كل ما في قوله أنه إيه حيل بينه وبين كتبه، لكن لا يمنع أنه هو كتب في ذلك، والقرينة تدل على أنه حينما حبس فكأنه أبعد من الكتب لأنه في السجن لا يمكن الرجوع إلى المراجع المقصورة، وخاصة أن هذه القصة تدل على ذاكرته القوية، وهذه القصة ليست وحيدة، هذا تواتر عن شيخ الإسلام، بل هناك عشرات من القصص تنبئ عن ذكائه الحاد وحفظه الكامل وذاكرته العجيبة. فهذا هو أمير السبة يسأله أن يجيز لأولاده بمرويات كتبه، هذا هو الأمير يسأله أن يجيز لأولاده بمروياته كتابة، وهو محبوس في سجن الإسكندرية، فكتب له في عشر أوراق محتوية على 600 صفحة وكان فيها سبعة أحاديث قد ذكرها بأسانيدها وشرح حفظها وحكم على صحتها في ضوء أقوال الأئمة وبين معانيها التي يعترف بها كل من له إلمام كامل بعلم الحديث، وما كان عنده من الكتب ما يعتمد عليه، بل كتب كل ذلك معتمدا على ذاكرته القوية، وأيضا كتاب الحموية الذي أقام الدنيا في زمن حصل فتن ومحاكمات وسجن وإهانة وابتلاءات لشيخ الإسلام بسبب كتاب الفتوى الحموية الكبرى، هو عبارة عن كتاب يعني أملاه في جلسة واحدة فقط، يعني من حفظه بين العصر والمغرب أملاه عن الرجل ويكتب من ذاكرته وأملاه، وقرأ الكتاب تدركه مدى موسوعية هذا الرجل الفذ وذكائه العجيب.
فكتاب الفتوى الحموية معروف انه املاه من لكة مجالس العلم الحماه كده اسمها الفتوى الحموية الكبرى. فهذا الفيضان فاض هذا العلم من حفظه وذهنه رحمه الله تعالى. يقول الشيخ يوسف يامين: قد آتى الله ابن تيمية من قوة الحفظ والوعي أكثر مما أتاه لأي شخص عرفناه أو سمعنا عنه. ويقول العلامة رشيد رضا رحمه الله تعالى: ومن الغريب أن هذه المسائل كان يكتبها شيخ الإسلام قدس الله روحه أو يمليها من غير مراجعة كتاب من الكتب، وهي من الآيات البينات والبراهين الواضحة أن هذا الرجل من أكبر آيات الله في خلقه. وكان يقول الحافظ أبو الحجاج المزي: لم يرى مثله منذ 400 سنة. ويقول معاصر الحافظ الزملكاني وحريفه في الجدل والمناظرة لما سئل عنه، مع أنه كان بيناظره ويختلف معه، يقول: لم يرى منذ 500 سنة أحفظ منه. وقال القاضي أبو الفتح ابن دقيق العين: لما اجتمعت ابن تيمية رأيته رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد، فقلت: ما أظن الله بقي يخلق مثلك، ما أظن الله بقي يخلق مثلك. كما ذكرنا ونذكركم بهذه القصة، اتفق أن بعض المشايخ علماء حلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد، يعني هو في حلب، سمع عن صبي يدعى ابن تيمية وأنه سميع الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه. فقال له الخياط: هذه طريق كتابه وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة حتى يجيء. فجلس الشيخ الجليل قليلا، فمر صبيان، فقال للشيخ الحلبي: هذا الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد ابن تيمية. فناداه الشيخ فجاء إليه، فتناول الشيخ اللوحة فنظر فيه، ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل، فأملى عليه من متون الأحاديث 11 أو 13 حديثا، فقال: اقرأ هذا. فلم يجد أن تأمله مرة بعد كتابته إياه، ثم رفعه إليه وقال: اسمعه. فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع. سمع الحديث للنظرة واحدة فقط في اللوحة، فقال: يا ولدي امسح هذا. ففعل، فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها، ثم قال: اقرأ هذا. فنظر فيه كما فعل أول مرة، فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي لا يكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله. وحكى الحافظ أبو حفص: أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري أنه حضر مجلس الشيخ رضي الله عنه، وقد سأله يهودي في مسألة القدر قد نظمها شعرا في 8 أبيات. وإن شاء الله حينما نتكلم على القدر عند ابن تيمية نأتي بهذه القصيدة التائية المشهورة. فكان يسخر من الإسلام ونعقيد المسلمين في القضاء والقدر بجهله هذا اليهودي، ففي 8 أبيات نظمها شعرا. فلما وقف عليها شيخ الإسلام فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابه في الحال من ذاكرته، وجعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثرا. فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه، وإذا هو نظم في بحر أبيات السائل وقافيتها تقرب 184 بيت، 184 بيت معروفة قصيدة متداولة، قصيدة التائية في القدر معروفة. وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين، هذا من جملة بواهره، وكم جواب فتوى لم يسبق إلى مثله رحمه الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بعبقريته في الحفظ والذاكرة القوية، العامل الثاني من عوامل الشخصية. أيضا من عوامل تكوين شخصية شيخ الإسلام الأحوال الاجتماعية والبيئة العلمية في زمنه. يقول العنصر الثالث في بناء شخصية الإمام ابن تيمية هو البيئة العلمية والاجتماعية والسياسية. يعني يمكن تقترب كثيرا جدا من وضعنا العلم، لذلك الشيخ الندوي رحمه الله تعالى له بحث رائع هنا في هذه البحوث يقول فيه إنه يصح أن يقال إن هذا العصر، يعني عصرا نحن نعيش فيه، إن هذا العصر عصر ابن تيمية. وشرح بالتفصيل، يعني نتكلم على خصوص مش عموم، احنا بنقول رجل كل العصور، فهو بيبين الله رجل هذا العصر بالذات كأنه يعيش معنا. وسوف نأتي بمواقف شيخ الإسلام ونصوص ونقول عنه تبهر من يطلع عليه كأنه يعيش بيننا من عجائبه في معالجة يعني الأمور. يقول إن الإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، ويكون لها تأثير كبير في توجيه أعماله وتعينه في اختيار منهج العمل،
فإن نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الذي نشأ فيه الإمام الهمام كانت محاطة بالحوادث والبلايا، وكان المسلمون في هذه الأيام قد تفرقوا شيعا وأحزابا، وتخيم النفاق والشقاق فيما بينهم بعدما فقدوا الوحدة والاتفاق، وكانوا يدينون بالبدع والخرافات، وكان الأعداء يضيقون عليهم من كل جانب ويتربصون بهم الدوائر، وكانت الخلافة قد خسرت في مصر والشام والحجاز، إلا أن الصليبيين قد سيطروا على بعض نواحي الشام، وأثار الصليبيون والملاحدة الفتن فيها من جانب، والتتر يريدون التسلط على المسلمين من جانب آخر، وكانت الخلافة العباسية قد سقطت، فصارت الفوضى والسرقة والسلب والنهب، وبدعة التعصب المذهبي بلغت الغاية من أمرها، وكان الفقهاء والمتكلمون والمتصوفون قد حالوا بين الكتاب والسنة والعمل بهما، وصرفوا الناس عنهما إلى آراء الأئمة وأقيسة الفقهاء وخزعبلات الصوفية، وسدوا أبواب الاجتهاد وأجبروا الناس على عقيدة الأشاعرة في الأصول وتقليد الأئمة الأربعة في الفروع، بحيث كانوا يرون الخروج جرما عظيما وخروجا من الدين، يؤولون الكتاب والسنة وفق آرائهم الفاسدة ويخيلون معانيها حسب هواهم ولا يعرضون أقيستهم على الكتاب والسنة، وكانت تقضي وتحكم في الأمور الدينية بعقيدة الملوك والرؤساء، فكان الناس على دين ملوكهم بعدما جعل الكتاب والسنة وراء ظهورهم، وليس معناه أن العصر كان عاريا من العلماء المخلصين والمشايخ المتحمسين المتمسكين بالكتاب والسنة، بل كان هناك جم غفير من العلماء والفقهاء في ذلك العصر. يقول أبو الكلام آزاد رحمه الله: العصر الذي عاش فيه الإمام ابن تيمية قد انتشر فيه البدع والخرافات، وتشتت شمل المسلمين وتفرقت كلمتهم، وكان المسلمون في أعمالهم العلمية والعملية في الحفاظ والتأخر، ولكن مع هذا كان هناك جماعة من علماء الكاملين والحفاظ الفاضعين والأئمة الأعلام ونقاد الحديث في جميع أنحاء العالم الإسلامي خاصة في مصر والشام، فإنهما كانتا مجمع العلماء ومأواهم. يقول القاضي أبو البركات المخزومي في قصيدته البائية في علماء الشام: وكان في عصره في الشام يومئذ 70 مجتهدا من كل منتخب، وهؤلاء الجمع الغفير من العلماء ليس من العلماء العاديين بل من نقاد الحديث وعظماء الوقت في الفقه والفنون الإسلامية، برزوا ذروة في الاجتهاد والنظر، ما اجتمع مثل أولئك الكبائر بعدهم في عصر من العصور، وكان من نبلاء هذا العصر أبو الفتح ابن سيد الناس الإشبيلي، شمس الدين المقدسي، أبو العلاء الأنصاري السكي، القاضي ابن الزمكاني، السيد أبو المحاسن الدمشقي، أبو عبد الله الحريري، أبو العباس بن عمر الواسطي، الحافظ أبو الفداء عماد الدين بن كثير، الحافظ أحمد بن قدامة المقدسي، أبو إسحاق السعدي، الإمام برهان الدين الفزاري، الحافظ صلاح الدين البعلبكي، الشيخ صفي الدين البغدادي، الحافظ ابن الشامي الدمشقي، القاضي تقي الدين الدقوقي، الشيخ عمر ابن الوردي، الإمام أبو العباس ابن الحجي، الحافظ جمال الدين العقيلي، الحافظ الدرزالي الإشبيلي، الشيخ تقي الدين السكي، الحافظ جمال الدين المزي، الإمام تقي الدين ابن لطيف العيد، أبو حيان صاحب التفسير، الحافظ أبو عبد الله الذهبي، هذا غير من فيض. ومن أراد الاطلاع على علماء هذا العصر فليطالع مصنفات الحافظ الذهبي والعسقلاني وابن قدامة وأمثاله. مع هذا كله كانت الحاجة ماسة إلى بطل جليل متحمس للدين الحنيف والدعوة إليه، لا يبالي لومة لائم في سبيل الدعوة إلى الله وإصلاح المجتمع والتفاني في الله. فكان ابن تيمية في عصره وحيدا فريدا متصفا بهذه الصفات مجاهدا في سبيل الله، فكانت هذه الشخصية الفذة التي نجحت في إصلاح المجتمع وإزالة جميع الرزايا الخلقية والدينية بجهوده القيمة، وما كان أحد في عصره ولم يرى بعد من يدانيه ويضارعه، فإنه فرج عن قلوب كثيرة من المسلمين ومشاكلهم الدينية والاجتماعية بعون الله وتأييده ثم بجهوده المخلصة، وكان غيورا على دين الله وحدوده وأحكامه، فما رأى أحدا من الأمراء والحكام يتكاسل أو يتداهن في إقامة حدود الله وتنفيذ شريعته إلا قام إليه ناصحا وزاجرا
يأخذ تلاميذه ومعتقديه ويقوم بتنفيذ أوامر الله وحدوده، كما فاز بتوجيه كثير من السراق وقطاع الطرق والملحدين والمتصوفين والشيعة والنصارى والفاطميين والباطنيين إلى التوبة والإنابة إلى الله بكل صدق وإخلاص، واستأصل من لم يتب إلى الله منهم، خرب مصانع الخمر والقمار، وقضى على كثير من أماكن السفاح والزنا، وقد رسخت عقيدة التوحيد في قلوب المسلمين بعد أن غاب عنهم منذ زمن طويل، وبمصنفاته كثيرة قضى على العقائد الشركية وعبادة القبور والقرابين لغير الله والاستغاثة بغير الله والتصوف والرهبانية التي تدعوها وغيرها من البدع والخرافات والشركيات التي كانت سائدة في هذا العصر، كما ألف كثيرا من الكتب في رد الوسيلة المخترعة وكذلك رد على النصارى والملحدين والمتكلمين. فإن العلماء منذ قرون كانوا مندهشين بالفلسفة ومتأثرين بها، كما رد على المقلدين الجامدين ونشر الكتاب والسنة، وكان الشيخ مخلصا في نشر الإسلام وإصلاح المجتمع ونشر تعليم الكتاب والسنة، حتى كان ما يبالي في مخالفة الأئمة إزاء نصوص الكتاب والسنة كائنا من كانوا، ولا يحيد عن الحق قيد شبر ولا يقف في إظهاره لوم تلك. يقول تلميذه أبو حفص البزار: كان إذا أوضح له الحق يعض عليه بالنواجذ، والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه، وكان إذا أورد شيئا من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخ شيء غيره من حديثه يعمل ويقضي ويفتي بمقتضى ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائنا من كان، وإذا نظر المنصف إليه بعين العدل يراه واقفا مع الكتاب والسنة ولا يميله عنهما قول أحد كائنا من كان، ولا يرغب في الأخذ بعلومهما أحدا، ولا يخاف في ذلك أميرا ولا سلطانا ولا سيفا، ولا يرجع عنهما لقول أحد. ثم يذكر العنصر الرابع وهو تحصيله للعلم وانكبابه على القراءة والمطالعة والحرص على طلب العلم. يقول الشيخ ابن عبد الهادي: كان عدد شيوخه الذين أخذ منهم الحديث فقط، شيوخ تلقى منهم الحديث السماع المباشر، أكثر من 100 شيخ، وكان في هذا العصر المدارس العلمية والمعاهد الدينية منتشرة، وكذلك المكتبات الزاخرة بأنواع من الكتب في سائر الفنون من النحو والصرف والأدب واللغة والتفسير والحديث وعلم الرجال والفرائض والفقه والتاريخ والسير والمنطق والفلسفة وعلم الأديان والمذاهب والفرق وعلم النجوم والرياضة والهندسة. فرب ذلك الإمام نفسه تربية عالية، فترك العلوم التي كانت رائجة في عصره ولم يترك بابا من أبوابها إلا أتقنه، وربما طلع أكثر من 100 تفسير في الآية الواحدة. للأسف الشديد المدعو محمد عيسى داود الدجال المشهور بيتكلم عن شيخ الإسلام ويقول ابن تيمية بيدعي ابن تيمية الذي يحبه هؤلاء الناس الذين ألسنتهم أطول من أجسادهم، كان يقول إنه قرأ تفسير سورة النور أكثر من 100 تفسير، يقول وأنا أريد أي واحد يعد لي كده عدد التفسيرات الموجودة شوف حتوصل كم تفسير، يعني توصلش ليش. فإما أن الرجل كذاب يعني يقصد شيخ الإسلام وإما كذا وكذا، فالشاهد عند الكلام يعني طبعا هو يريد أن ينفذ سمومه تقليل من شأن شيخ الإسلام. أنت لا تعرف عدد كتب التفسير، فده شيء بالنسبة للشيخ الإسلام ما يعرف 200 تفسير حتى، يعني لا يستكثر على مثل الشيخ الإسلام، فلو عرف قدر شيخ الإسلام لما تفوه بهذا الإفك وهذا العدوان. يقول شيخ الإسلام: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمم وجهي على التراب، يعني يسجد لله في التراب في المساجد القديمة، وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. وكانت المسألة حالة تستغلق عليه فيظل يستغفر الله سبحانه وتعالى إلى أن يفتح الله عليه بالجواب. لم يكن شيخ الإسلام مقتصرا على فن من الفنون العلمية، بل كان بحرا في سائر ما كان معروفا في عصره من العلوم، بما في ذلك طبعا يعني علوم الدنيا. يقول بعض العلماء في وصفه: بحر العلوم وكنز كل فضيلة في الدهر فرض الزمان إمامه،
فلئن تأخر في الزمان الثامن فلقد تقدم في العلوم أمامه. أيضا من عناصر تكوين شخصية شيخ الإسلام التدريس والتوليف والبحث والنقد، فعصره كان يتطلب أن يتوجه إلى جميع ميادين العلم، الوعظ، الخطب، التدريس، التأليف، النقد، التمحيص، الإفتاء، ويزيح الستار عن البدع والخرافات التي كانت منتشرة في ذلك الوقت يروجها بعض الشيوخ، فقام الشيخ يرد عليهم ويفند آراءهم ويبطلها. يقول الحافظ الذهبي: له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، قل أن يتكلم في مسألة إلا يذكر فيها المذاهب الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة، وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمورا لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أعجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وأقدمه عليه، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوا ونظروا وكاتبوا، وهو لا يداهن ولا يحابي بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال مع ما اشتهر به من الورع وكمال الفكر وسرعة الإدراك. العنصر التالي في تكوين شخصيتي الزهد والورع وإخلاص النية. يقول حافظ أبو حفص البزار: أخبرني غير واحد أنه ما رآه ولا سمع أبدا من شيخ الإسلام أنه طلب طعاما قط ولا غذاء ولا عشاء، ولو بقي مهما بقي، يعني إذا كان شيء طعام يأتي لا يتذكر أنه محتاج إلى طعام، فما سمع أبدا أن طلب طعاما أو شرابا أو عشاء أو غذاء. يقول: أخبرني غير واحد أنه ما رآه ولا سمع أبدا من شيخ الإسلام أنه طلب طعاما قط ولا غذاء ولا عشاء، ولو بقي مهما بقي شدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، كان يؤتى بالطعام وربما يترك عنده زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل أكل شيئا يثيرا. قال: وما رأيناه يذكر شيئا من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يقول في شيء من حديثها، ولا يسأل عن شيء من معايشها، بل جل همته وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا: لم يسمع أنه رغب في زوجة حسناء، ولا سرية حوراء، ولا دار حوراء، ولا جواز، ولا بساتين، ولا عتاب، ولا شد على دينار، ولا درهم، ولا رغب في دواب، ولا نعم، ولا ثياب ناعمة فاخرة، ولا حشم، ولا زاحم في طلب الرياسات، ولا رؤية ساحرة في طلب المباحات، مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبار كانوا أطوع لأمره خاضعين لقوله وفعله رحمه الله. يقول معاصر الفضل العمري: كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيهب ذلك أجمعه ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه، لا يأخذ منه شيئا إلا يهبه، كما كان بعيدا عن طلب الرئاسة والمناصب العليا في الحكومة. يقول أبو حفص البزار: حين وشي به بعض الناس وشوا شيخ الإسلام إلى السلطان الملك المعظم الناصر، فأحضره بين يديه، فكان من جملة كلامه: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس. الناس أطاعوك، يعني في نوع من الجمهرة حولك. إني أخبرت أنك قد أطاعك الناس، وأن في نفسك أخذ الملك. أنت عايز تقلب نظام الحكم. فلم يكترث به، بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي في السيف، إن ملكك وملك المغول تترتع في المملكة عظيمة جدا، عندي لا يساوي في السيف، وأنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي في السيف. فتبسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في خلقه من الهيبة العظيمة، وقال: إنك والله لصادق، وإن الذي وشوشك إلي كاذب. فالحقيقة يقول الشيخ هنا: الصفحات تضيق عن القصص التي تدل على ورعه وزهده وخشيته وتقواه وانتبابه على نشر العلوم والدين، يعني عنصر ربانية أيضا، عنصر بارز جدا في شخصية الإسلام.
فدي نوع من التوازن في تكوين الشخصية. لأن لاحظ الناس إذا انصرف العلم يستغرقه العلم ويقصص في العبادات والأذكار والأمور الربانية. إذا شغل بمجال ينشغل عن مجال آخر شيخ الإسلام يعني كانت صلة الله سبحانه وتعالى شيئا لا ينقطع. يقول الذهبي رحمه الله تعالى لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل المقتضى. مع هذا كله كان أواها حليما مبتهلا في الله. كان الحافظ أبو حفص اللي هو مؤلف كتاب الأعلام العالية في مناقب الشيخ الإسلام تيمية بيحكي مرة أنه صلى خلف الشيخ الإسلام بيصف فقط كيفية نطق الشيخ الإسلام بتكبيرة الإكبار. قال تعب فيها القلوب من الخشية والورع والهيبة فقط في نطق كلمة الله أكبر. فيعني يحكي عن ما حصل القلوب من الرهبة والهيبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى فقط من مجرد كيفية نطقه بلفظ التكبير رحمه الله تعالى. يقول العلامة الذهبي لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توتره. يقول وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا لربه عز وجل وضارعا إليه مواظبا على تلاوة القرآن مكررا لأنواع التعبد الليلية والنهارية. وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائسه وأعضاؤه حتى يميل يمنة ويسر رحمه الله تعالى. من الإخلاص في العمل أن يحسن الإنسان إلى أعدائه وإلى من أساء إليه لأن هذا دل على الإخلاص. هذه الخاصة في الشيخ الإسلام من العجائب وسوف نوينها بتفصيل أكثر. كان عنده قدر عجيب جدا من التسامح مع خصومه رغم ما كانوا له من الكلام. كان يقول الشيخ الإسلام ما يصنع أعدائي بي إن جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تتغفى. كما قلنا من قبل كانت علومه تدخل معه الحمام فالعلم في صدره الجنة في صدره فهي تتنقل بتنقله في أي مكان. يقول لما كان يهدد في السجن يعني والحبس أو بعد ما حبس بالفعل أول ما قفل عليه الزنا قال إيه فضرب لهم إيه بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبره العالم. وكان يقول ما يصنع أعدائي به إن جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وإن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. وهذا هو الذكاء والحصار. الإنسان مهما وضع في الظروف يحاول أن يحول الظروف إلى صالحه ولا ينظر الجزء الفارغ من الكوب لا ينظر الإمكانية أن يحول الظروف التي توجد فيها إلى صالحه سواء كان ضعفا من مرض أو فقد. انظر للجانب الإيجابي واستثمره في نفسه حتى لا تنخذل أمام المحن. كان من دأبه وأخلاقه أنه عفى عن الذين زادوا به في السجن بالوشاية وما شكى إلى أحد في هؤلاء بل صبر واحتسب وقد استفاد منه خلقا في السجن بحسن صحبته. يقول أعداء وخصمه العنيد قاضي المخلوف المالكي اللي هو كان أمر عليه بأمرات يعني شديدة جدا. يقول ما رأينا أتقى من ابن تيمية سعينا في دمه فلما قدر علينا عفى عنه. وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثم يختم الكلام بالعنصر الأخير في نظره في منشأة شيخ الإسلام وهي البسالة والشجاعة والجرأة. فأودع الله فيه الشجاعة الكاملة بجانب العلوم والفنون فظهرت شخصيته باردة وقام بالبحث والنقد والمناظرة والمباحثة نبه الأمراء والحكام وصدع بالحق أمام الجبابرة وأصحاب السلطة. جاهد الله حق جهاده حينما قعد عن الجهاد نفرا كثير من الأبطال. فمع أن الأعداء محدقون به من كل جانب مجمعون على الإضرار به والإساءة إليه لكنه مضى في عمله مع كل هذه العراقيل ولم يبالي بشيء مهما بلغ من الأذى والإضرار فسجن مرات وكرات. وفي أثناء اعتقاله ما أمسك نفسه عن الرد على المتبعين والخرافيين. يقول القاضي عبد الله الأخنائي كان القاضي رد عليه القاضي عبد الله الأخنائي الملكي رد عليه رد علميا في سجنه ولم يبالي بشيء ولم يشغله أمر عن أمر. ورد الأخنائي كتاب كثير معروف الرد على الأخنائي واستخدام إيه زيارة خير البرية الزيارة الشرعية. ولما جاء سفر سنة 699 هزموا عساكر الناصر ابن قلاوون وشتتوهم شذر مدر لكن كان أمر الله قدر المقدورة فولى جند مصر والشام الأكبر واجتازوا دمشق فارين إلى مصر. وصار جند قطار الأمراء هرب حرم القطار صار جند قطار على أبواب دمشق وأهلها في ذعر وفر كثير من أعيان العلماء إلى مصر قاضي الشافعية إمام الدين وقاضي الملكية وغيره من كبار العلماء وكبار الرجال. عالم واحد فقط لم يفر أمام القطار وبقي مع العامة ولم يخرج
وجمع أعيان البلد وذهب معهم إلى ملك الكفار. ومما خطفه عن طريق الترجمان قال كل القازان إنك تزعم أنك مسلم ومعك قاضي وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا، فأبوك وجدك كان كافرين وعمل الذي عملت وعاهد فوفيا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت. وقد تجلد جرأته حتى الجالسين بدأوا يجمعوا ثيابهم عشان الدم لما يقطع رقبته لا يتناثر على ملابسه، لكن الله أيده وألقى هيبته في قلب هذا الملك. فلهم مواقف كثيرة جدا مع ملوك الكفار كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. هناك مقالة أخرى سنقتصر على بعض العناوين أيضا لنفس العنوان العوام التي دونت شخصية الشيخ الإسلام التميمي الدكتور محسن العثماني الندوي. ذكر من هذه العوامل ربانيته واتصاله بالله، فيقول ابن كثير في شأن التميمي: لم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة توجه إليه تبارك وتعالى. أيضا العامل الثاني الإرادة القوية والعزم الصميم، يقول: ولم يسترح شيخ الإسلام ليلة واحدة ولكنه ظل مشتغلا حتى في السجن بتمحيص آرائه وتدوينها ومراجعتها، وكتب كثيرا في تفسير آيات الله البينات، وأخرج ما كان لديه من الأوراق والكتب والمحابر والأقلام، ومنع منعا باتا من المطالعة والدراسة، فلجأ إلى الفحفح وبدأ يحبر آراءه وخلاصة فكره بهذا الحب، وجعل من الجدران جدران الزنزانة ورق ومن الفحفح قلما وبدأ يؤلف ولو كان محروما من القلم والقرطاس. طبعا دي إرادة في غاية القوة، لا يستسلم للظروف التي حوله، إنما هو يقهر قدر استطاعته هذه الظروف. أيضا العامل الثالث هو الذاكرة القوية، وتكلم طبعا في هذا بالتفصيل لا داعي لذكره. العامل الرابع العكوف على المطالعة وإتقان العلوم والمذاكرة، يقول: أول ما اتجه إليه في مقتبل عمره وصدر حياته والقرآن الكريم، فحفظ القرآن وهو حديث سن، واستمر حافظا مدى حياته يستسيغه وينهى من معانيه بصفة مستمرة، وختم القرآن 80 ختمة في السجن، ثم تكلم عن علومه أيضا بتوسع أكثر من ذلك. العامل الخامس هو فساد البيئة العلمية والاجتماعية والعقائد والأخلاق والسياسة في عصره، وأن هذه تعامل مع شيخ الإسلام بالتحدي، مش الإسلام بالبيئة وأن يتلون بلونها، وإنما واجه هذا الواقع. يقول: ليس الإمام ابن تيمية من أولئك الأشخاص الذين ينصرفون إلى الأعمال العلمية والقلمية ويطلقون أجفانهم على المساوئ المتفشية في المجتمع، بل كان صاحب قلاقل وزلازل ومن الذين يقومون بالهجوم على الباطل واقتلاع الفساد من جذوره، وبالعمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر يعني الكلام في هذه الجوانب. فهذا يعني اختصار هذه العوامل التي أثرت في تكوين شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، والحديث إن شاء الله تعالى على بقية في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر. قلمية ويطلقون أجفانهم على المساوئ المتفشية في المجتمع، بل كان صاحب قلاقل وزلازل ومن الذين يقومون بالهجوم على الباطل واقتلاع الفساد من جذوره، وبالعمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر يعني الكلام في هذه الجوانب. فهذا يعني اختصار هذه العوامل التي أثرت في تكوين شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، والحديث إن شاء الله تعالى على بقية في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر.